السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنت أول مرة كتشاهدوا هذه القناة ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا تواصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات. اليوم جبت لكم آخر ما كاين في القفطان المغربي أو التكشيطة المغربية، أنا موديلات متنوعة ورقية، موديلات بزواق المعلم، بالطرز الرباطي، بالتنبات ديال العقيق، اخر ما كاين في القفطان المغربي لهاد السنه هذه. كنتمنى ان شاء الله التشكيله تنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب، زر لايك، باش ان شاء الله دائما نشارك معكم الموديلات ديال الجلابه والقفطان. كنتمنى ان شاء الله التشكيله تنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا مره اخرى بالضغط على زر الاعجاب، زر لايك، باش ان شاء الله دائما نشارك معكم جديد. كنتمنى لكم فرجه ممتعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.